أهلا بكم. هل كشفت حادثة الاعتداء في خنظار الوجه الحقيقي لإجرام الجيش الحكومي في العراق؟ لماذا تستهدف القوات الحكومية باستمرار المدنيين وتضيق عليهم وتستولي على ممتلكاتهم عنوة وتضيق على وسائل عيشهم؟ أليس من حق العراقيين أن يعيشوا بوطنهم بسلام من غير قتل واعتقال واعتداء وانتهاكات ضدهم؟ ألا تجسد جريمة خانضاري ضد الأبرياء العزل استهتار المنظومة الحاكمة بحياة المواطنين العراقيين؟ إلى متى ستظل العدالة في العراق غائبة؟ إلى متى يظل القضاء نائماً أو مسيساً لا يأخذ بحق المظلومين، وإنما يكون درعاً بيد القوات الحكومية لإزهاق أرواح الناس بالباطل؟ من يحاسب مرتكبي جريمة خانضاري؟ ومن له المصلحة في استمرار سياسة الإفلات من العقاب؟ هذه الأسئلة والمحاور نناقشها في حلقة اليوم من تحت الضوء مع ضيوفي الكرام، الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبمشاهديكم الكرام وبضيفك الكريم. حياك الله أستاذ. وأيضا أرحب بدكتور رحيم الكوبيسي أستاذ القانون الدولي ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور. وعليكم السلام، تحياتي لك أخ سمير، تحياتي للأستاذ عبد القادر ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله دكتور. إذا مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. جريمة أخرى من جرائم القوات الأمنية والميليشيات ترتكب بحق العراقيين، حيث أقدمت قوة من الجيش الحكومي على قتل 2 من المدنيين وإصابة 4 آخرين عندما فتحوا عليهم النار بدم بارد في منطقة خانضاري غربي العاصمة بغداد. وليس لهؤلاء المغدورين جريمة سوى أنهم منعوا تلك القوة من أخذ مواشيهم عنوة. سياسة الإفلات من العقاب والسلاح المنفلت شجعت على استمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب العراقي بشكل ممنهج منذ 2003. مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري وجه رسالة إلى قبيلة زوبع وشبابها في قضاء بوغريب حيال جريمة القوات الحكومية، واصفا ما جرى بحلقة من سلسلة جرائم مستمرة يقوم بها الجيش الحكومي في كافة مناطق العراق، وتستلزم وقفة جادة ورفع الصوت عاليا للمطالبة بمحاسبة الجناة أيا كانوا، محذرا من الدعوات المخذلة التي تريد طي هذه القضية دون محاسبة. وأقول تحديدا لأبناء قبيلة زوبا شيوخا وشبابا وغيرهم، وخاصة الشباب، وقفتكم اليوم في خانضاري وفي أبي غريب عموما هي الوقفة المطلوبة. السكوت عن هذا هكذا أحداث سيدعو الأطراف الأخرى إلى التمادي فيها. قوتكم في وحدة موقفكم، قوتكم في بيان احتجاجاتكم، قوتكم في المطالبة بحقكم. هذه الجريمة تعبر عن الدوافع الخاصة التي ينطلق منها عدد كبير من ضباط الجيش الحكومي، وتسهم في تأجيج الفتن الطائفية والعنصرية، مستغلين غياب المحاسبة في ظل منظومة الخراب السياسي وفساد الأجهزة القضائية وهيمنة الميليشيات على قرارها بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق. فيما أكد الميثاق الوطني العراقي أن هذه الجريمة تظهر الوجه الحقيقي للجيش الحكومي الذي لا يتمتع بالانضباط العسكري. العملية أفضحت المجرمين، هاي مو أول مرة، ولكن هذه الأهم الذي قام بقتل القتل نفس آمنة مطمئنة مستقرة ببيته، يجي ضابط يعدم عائلة كاملة. بينما جدد أهالي أبو غريب رفضهم لاستمرار الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد مواطني القضاء، مؤكدين أن هذه الجريمة تشير إلى ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، ما أدى إلى استهتار هذه القوات وغيرها من الميليشيات بدماء الشعب العراقي. أبدأ معك دكتور أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، ما دوافع هذه الجريمة عندما تتحول القوات الحكومية من المفترض أن وظيفتها هي حماية المواطن العراقي؟ كل قوات حكومية تابعة للحكومة وظيفتها حماية المواطن، تتحول في العراق إلى وظيفة أخرى هي الاستهتار بدماء المواطنين. بالتأكيد لهذه الجريمة دوافع، ما هي الدوافع من وجهة نظركم؟
جريمة خان ضاري تحمل يعني دوافع وتحمل أسباب طائفية بحتة، لأن بنية القوات العسكرية والأمنية في العراق لم تبنى على أسس مهنية أو وطنية أو حرفية باتجاه بناء قوات عسكرية، هي بنيت من 7 ميليشيات بقرار بول بريمر سيء الصيت الذي عشنا يوم أمس تاريخه، الذي نص على حل الجيش العراقي بالكامل وإبداله بالميليشيات، وبالتالي انتقلنا من القوات المهنية والحكومة والوطنية إلى القوات الفئوية والطائفية، وبالتالي ما يحدث حقيقة لن يكون منعزلا في جريمة خان ضاري عن واقع أبو غريب وعن عموم العراقيين والمناطق، لا سيما حزام بغداد والمناطق غرب بغداد، لأن الدوافع المستمرة ولا سيما قضاء أبو غريب منذ 2003 إلى يومنا هذا هي دوافع كانت تهدف إلى التغيير الديموغرافي وإلى تهجير أهلي تهجيرا قسريا، وبالتالي عمليات الاعتقالات وعمليات الاغتيالات، وإلى الآن هناك مغيبين، هي ذاكرة مليئة ومؤلمة تماما من ذاكرة 19 عاما للعراقيين ولأهالي أبو غريب، هم يتذكرون جيدا ما فعل بهم من خلال القوات الحكومية ولا سيما ما يسمى الجيش الحكومي، لأنه حقيقة ناصر الغنام ليس ببعيد عن جرائمه وما ارتكبه في حق هذا القضاء بشكل واضح وبشكل متعمد، وبالتالي جراء ما فعله من أمور كانت هدفها حقيقة هي إحياء الطائفية، هي دفع الناس إلى الحرب الأهلية، وبالتالي عملية الأحزاب السياسية التي تدفع بهذه الميليشيات والقوات إلى وجود حالة من الطائفية ولإعادة اصطفاف طائفي، وبالتالي يهدفون إلى تقسيم المجتمع هكذا. لذلك حقيقة الدوافع الأساسية التي تقف وراء عملية خان ضاري من استهداف عائلة، حقيقة احنا اليوم نتكلم عن مقتل شخص من عائلة آمنة من عائلة شهاب، لكن هي العملية كانت تهدف إلى قتل العائلة، يعني رب العالمين من سلم هذه العائلة، وإلا هذا الضابط المجرم الإرهابي مصطفى ومن معه من القوات فتحوا النار بنية القتل لكل العائلة، لكن لطف الله كان هو الذي أحاط بالبقية ونجوا بعملية القتل ومات ابنهم أحمد. لذلك حقيقة هم يريدون من خلالها الطائفية وإذلال الناس، وبالتالي عدم أن يكون للإنسان قرارا ذو عزة ومكانة وذو هيبة وذو موقف يمكن أن يحسب له، لأن الإنسان يعيش لكرامته، وبالتالي القضية لم تكن مطلقا أن قضية أنه أراد يعني خروفا وامتنع صاحب الدار، والقضية لا تتعلق بالبيع مطلقا، نحن نتكلم عن أحداث هم يريدون أن يبتزوه، ولكن كرامة هذا الإنسان أبت البقاء تحت هذا الابتزاز، لأن هذا الابتزاز هو ذل، ولذلك عملية فتح النار هو حتى يتم تخويف الناس أن يكونوا أعزاء وأن يكونوا أصلاء وأن يمتلكون عزة النفس، هم يريدون الناس بهكذا أطور، وإلا فإنه إذا رجعنا إلى ما مضى من أحداث فإنه جميع الحواجز التفتيشية هي تأخذ بطريق الابتزاز من سائقي أو من تجار الخضروات ومن المواشي، يعني أشبه بالإتاوة، يأخذ من المواطن إتاوة أتاوات، ولا يمكن أن تمر سيارة، وهذا إلى يومنا هذا، ليست القضية تتعلق بسنوات، هي قبل داعش وإلى يومنا هذا لا زالت هذه الحواجز التفتيشية وبها الجيش وشرطة اتحادية وأخرى حشد الآن أضيف إليها، كلهم يأخذون أتاوات بطريقة دناءة النفس، فلذلك هؤلاء عندما وصلوا إلى دناءة النفس هذه هم يريدون حقيقة أن لا يكون هناك أفضل منهم، وبالتالي يريدون أن يمسحوا كرامة الآخرين بسطوته الأمنية وبتخويفهم للناس، لكن ما وجدناه حقيقة بالذات من مناطق خان ضاري أو عموم أبو غريب وجدناهم حقيقة أناس أصلاء تحملوا 19 عاما، وهذا ما يحسب لهم من كل ما جرى عليهم من ويلات ونكبات واغتيالات ودماء تسفك، تحملوا وتشبثوا بأرضهم ولم يفسحوا المجال للتغييرات الديموغرافية التي حدثت في مناطق أخرى، وهذا يحسب لهم. وثانيا رغم كل هذه القبضة الأمنية لا زالت عزة النفس تعلو جباها وصدور هؤلاء شبابا وشيبا وعوائل، وبالتالي لا زالوا يحافظون على إرثهم
ويحافظون على أصالتهم ومعاصرتهم واستمرارهم في عملية الإباء وعملية الشجاعة وعملية الوقوف ضد من يريد أن يبتزهم. لذلك حقيقة هذه العملية تصنف على أساسين، أساس طائفي بحت، وأساس آخر أنهم لا يريدون لأحد أن يكون لديه عزة وكرامة لا يسمح للآخرين بابتزازه. نعم أستاذ عبد القادر، اسمح لي أن أنتقل وأرحب بالدكتور رحيم الكويسي أستاذ القانون الدولي. دكتور رحيم، يعني عندما يحارب المواطن العراقي في كرامته داخل وطنه ويحارب في عيشه ويضيق عليه، وكذلك عندما يقوم يعني عنصر القوات الأمنية في العراق أو الحكومية باستغلال النظام أسس طائفيا ليكون هناك دوافع طائفية بالقتل العمد، هنا القتل العمد السلاح عندما يوجه إلى عائلة آمنة ويقتل المواطن العراقي ويحاول هذا العنصر الحكومي الأمني أن يتجاوز أو يهين هذا المواطن، وبالتالي عندما يرى ردة فعل منه يقوم بقتله بدم بارد. ما توصيف هذه الجريمة قانونيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نقدر تحياتي لكم. الحقيقة الوقائع لهذه الجريمة التي ارتكبت من قبل ضابط أي موظف ومجموعة معه، يعني قيل الكثير أنه محاولة شراء خروف، واختلفوا على وأراد هذا الضابط أن يأخذ هذه السلعة بأبخس الأثمان، واختلف فقاد الشخص اللي هو أحمد قاد حلاله وذهب إلى البيت وتابعه بعد ذلك، لأن الجريمة لم ترتكب بالمرحلة الأولى، ارتكبت الجريمة داخل الحديقة أو داخل منزله عندما وصل، فتحول وصف الجريمة من قتل عمد إلى قتل مع دبق الإطراف، وبالتالي تنطبق عليه أحكام المادة 406 ألف، أي تعاقب بالإعدام، والإعدام ليس للضابط فقط وإنما لكل من اشترك بالجريمة، سواء كان شريكا في هذه الحالة، والشريك يأخذ عقوبة الفاعل الأصلي إذا ما انتفض القضاء كما يجب، لأنه أنا اللي عرفت أن محامي منطقة أبو غريب انتفضوا بدورهم للدفاع عن ضحايا هذه الجريمة من خلال الدفاع بالحق الشخصي عن هؤلاء مجالا، هذا يسجل للمحامين لمنطقة أبو غريب ولمهنة المحاماة. خلينا نفكر بالأمور تفكير جدي، هذه الجريمة ليست هي الوحيدة التي ترتكب، وخصوصا في المناطق التي بين قوسين أنا ضد الفكرة مع سنة وشيعة، لكن بالتأكيد ارتكبت في الأنبار، ارتكبت في ديالى، ارتكبت في الموصل، ارتكبت في بابل، نتذكر جيدا جريمة جبلة. والغريب احنا دائما نقول القضاء المفروض يتمتع بالحيادية، والقضاء مهمة القاضي الدفاع عن الحق والدفاع عن العدالة وتطبيق حكم القانون على طيب على لماذا يغيب دور القضاء في العراق؟ هي هذه مشكلتنا، احنا دور القضاء بالعراق الان تحول من تسييس مره اخرى، او ان القاضي يخاف هذه المجموعات المنفلته التي تشيرون اليها انها منفلته تحمل سلاحا لا 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 لا, لا, لا تلتزم بالقانون. نتذكر جيدا جريمه مسجد مصعب بن عمر، واكثر من 70 شخص في صلاه الجمعه، ومع ذلك القضاء وخصوصا قضاء محكمة التمييز، وهذه سبة في محكمة التمييز، أطلق سراح هؤلاء المجرمين بالرغم من اعترافهم، ونحن نقول في القضاء الاعتراف سيد الأدلة، كيف يعترف هذا المجرم بجريمته وتطلق سراحه محكمته، وبالتالي أطلق سراح كل الذين اشتركوا بهذه الجريمة. أيضا في جريمة جبلة نتذكر جيدا العقوبة أيضا كانت مخففة، السجن 15 سنة، في حين أن العقوبة اختفت بمعاقبة 3 أشخاص، ولدينا أيضا تمييز واحتمال يخرجون بالتمييز. إذا القضاء لا زال إما ضعيف إما خائف أو أنه مسيس ويلتزم بأوامر قادة الميليشيات. إذا المسألة هل تراخي القضاء
أو أن القضاء كما نقول في لغة العدالة البطيئة. نحن نتذكر جيدا المرحوم هشام الهاشمي عندما اغتيل ووثقت الجريمة من خلال أدلة إثبات اللي هي الكاميرات، ومع ذلك القاضي القضاء دائما يؤجل وأخذ تأجيله إلى نهاية هذا الشهر، وقد يطول الأمر إلى أن يثبت هذا المجرم من العقاب. إذا نحن لدينا الآن قضاء غير قادر على اتخاذ، بالرغم من قدرته، لكن انت تذكر بالامس لاول مره يتخذ القضاء العراقي من محكمه جنايات الكرخ يعاقب 4 أشخاص الذين اطلقوا صواريخ على مطار بغداد. نعم. واصابوا نعم. احد الطائرات الخطوط الجويه العراقيه لاول مره. العقوبه بالنسبه لمجموعتنا نقول طائفيا، بالنسبه لمجموعات اخرى يقول 4. يعني هذا يسمى قضاء مسيس بالضبط. إما القاضي خائف وهو الأكثر، أو أن القضاء مسيس، وخصوصا مع كل الأسف بعد 2003 أن النظام المحاصصة وصل إلى قمة القضاء، سواء في القضاء العادي ولا القضاء الإداري أو القضاء الجنائي. مع كل الأسف لا زال المواطن لا يأمن، إذا من به ظلامة يلجأ إلى القضاء، وإذا كان القضاء لا يستطيع أن ينتصف لهذا الذي قتل. نتذكر جرائم استقلالية. طيب دكتور ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر النايل، الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق وجه رسالة إلى قبيلة زوبع وشبابها في قضاء أبو غريب حيال هذه الجريمة التي ارتكبتها القوات الحكومية، وقال بأنها حلقة ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات ضد العراقيين أيضا، وتتطلب وقفة جادة وتتطلب رفع الصوت عاليا لوضع حد لهذه الجرائم المرتكبة. هنا في ظل أجواء من قضاء مسيس، قضاء خائف من هيمنة الميليشيات، أو قضاء هو يأتمر بأمرة الميليشيات في العراق في ظل يعني حكومات مؤسسة وفق المحاصصة الطائفية منذ عام 2003 وإلى الآن. هنا ذوي المغدورين، الناس المظلومين، المهجرين، يعني الذين يدق على رؤوسهم المطرقة من 2003 إلى الآن، مهددون في حياتهم، مهددون في كرامتهم، يعيشون حالة نفسية صعبة من الاضطهاد، من الخوف. هنا كيف يستطيعون أن يأخذوا بحقهم عندما يرون أنه لا قضاء يأخذ حقهم؟ أولا دعني أقول أن رسالة الدكتور مثنى حارث الضاري هي جاءت في توقيت مهم تماما، وهي رسالة مهمة ينبغي على قبيلة زوبع وجميع العشائر المتحالفة معها في قضاء أبو غريب، وعلى تحديدا على خان ضاري أن يأخذوا بها، لأنها حقيقة أعطت رسائل مهمة، وهي ربما شعرت بتخوفات. أولا لأنه يعني أيضا من العائلة التي تمتلك مشيخة قبيلة زوبع، وهو أحد يعني رموزها الكبار، وثانيا حقيقة هي حملت رسالة مهمة. هذه الرسالة يعني أيضا أكررها لقبيلة زوبع، شيوخا شبابا خطباء مساجد، أن هناك من يسعى إلى عملية استغلال هذه الجريمة للتقرب وللتزلف من أذناب إيران في السلطة، من محاولة دمدمة ولملمة وتدليس القضية وتخفيفها من أجل التخفيف. من الذي يحاول أن يلملمها أو يلملمها أو يدلس هذا الأمر؟ أي جهة؟ تعودتم على صراحتي فتحملوها. الأطراف السياسية التي تدعي أنها من أبو غريب والآن تمثل في العملية السياسية. ولدينا معلومات دقيقة أن هؤلاء حقيقة بعث لهم فالح الفياض وبعث لهم مستشار الأمن القومي قاسم بالأعرجي من أجل الوصول إلى سيناريو لإخراج القضية ولملمتها، وبالتالي هؤلاء يريدون أن يتربحوا سياسيا من خلال تسجيل موقف، وهو موقف لا قيمة له ولن يحسب وسينسى بأول وهلة على حساب دماء الناس بالتأكيد، وعلى حساب كرامة قبيلة زوبع. لذلك جاءت الرسالة إياكم أن تفرطوا بحقكم، وهذا حقيقة يعني من خلال يأتي من خلال نداء مسؤول
من أحد رموز وكبار شيوخ قبيلة زوبع كالدكتور مثنى حارث الضاري. لذلك حقيقة هناك من يتاجر وهناك من يسعى لعملية قبض بعض المبالغ البسيطة وبعض الشكر من قادة الميليشيات من أجل الوصول إلى تدليس وضمضمة القضية وبالتالي تمييعها. لذلك ينبغي حقيقة على الأهالي أن يقفوا موقفا صلبا. هذا الموقف يتمثل باستمرار الحراك المفضي إلى تسليم هذا المجرم الملازم مصطفى ومن معه إلى القضاء، وبالتالي أخذ كتاب رسمي من وزارة الدفاع بتحويله، لأن العسكري كما معلوم وكما يعلم ضيفك الكريم قانونيا يحتاج إلى إذن من الجهة أو المرجع العسكري حتى يتم محاكمته قضاء. وبالتالي لو كان هناك وزيرا للدفاع، وهنا أحيي من وقف بوجه وزير الدفاع هذا الإمة جمعة عناد في قبيلة زوبع، هذا الذي لو كان صادقا لجاء معه كتاب يحيل هذه القوة بمجرمها إلى القضاء من أجل نيل عسكري حكمهم، لأنه لا يمكن محاكمة القضاء هؤلاء ما داموا منتسبين إلى القوات العسكرية. لا بد من إذن من سلطتهم العسكرية وهو مرجعهم العسكري. هنا لا بد أن يكون هناك حراكا وضغطا من أجل حقيقة تسليم هؤلاء إلى القضاء من أجل أن تبدأ المحاكمة، ومن ثم ثانيا عليهم أن يتعاضدوا أن لا يتنازلوا لأنها تمس كرامتهم، ولأن هذا الفعل حقيقة إن عبر ستكون هناك أفعال أخرى وكبيرة ومكررة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك عازلا وموقفا يمكن من خلاله أن تقف هذه المهاترة والمهزلة من القوات الحكومية ضد أبناء خانضاري وأبناء أبو غريب وعشائرها الكريمة وضد قبيلة زوبع تحديدا. لذلك حقيقة هنا موقفا لا بد أن يصروا عليه من تحويل هذا المجرم إلى القضاء، لأنه إلى الآن لم يحول وإلى الآن هو في سجن فايف ستار يقدم له كل شيء، وبالتالي حتى أجهزة الهاتف من معلومات دقيقة وصلتنا لا زالت بحوزته ويتمتع براحة نفسية داخل معتقل فايف ستار. لذلك لا بد أن يحول هذا المجرم إلى القضاء وبالتالي تبدأ عملية المحاكمة دون أن يكون هناك تنازلا. ثانيا هناك خيارا مهما آخر ينبغي على قبيلة زوبع والعشائر وقبيلة شمر في العراق، الذي حقيقة لا بد أن يكون لديها موقفا واضحا وصريعا بعموم فروعها من جنوب العراق إلى شماله، بأن هناك عشيرة ينتمي إليها هذا المجرم أو هؤلاء المجرمين، وبالتالي ينبغي أيضا مقاضاته عشائريا، وهذه قضية معلومة معمولة بها في العراق وبالتالي حتى في الوطن العربي جميعا، وعلى عشيرة هؤلاء المجرمين أن يأتوا يقدموا العطوة وبالتالي يعترفوا بذنب جريمة ابنهم وينكرونها علانية، لأنهم حقيقة إلى هذه اللحظة لم يقدموا على هذه القضية. وأظن الأحداث المتسارعة وكمية الضغط الموجودة على قبيلة زوبع بعض رموز العشائريين لم يلتجئوا إلى هذه القضية، ينبغي لهم أن يلتجئوا وأن يقولوا للعشيرة التي ينتمي إليها هذا المجرم نحن لا نحمل عشيرته، لكن ينبغي هناك أن يكون موقفا مسؤولا عشائريا بشكل واضح تماما أن ابنكم ارتكب جريمة، وبالتالي ينبغي عليكم أن تأخذوا مواقفا، لأن العرف العشائري معروف في العراق. بالتالي هذه الضغوط المتنوعة يمكن أن تفضي إلى استمرار، وإلا أنا أقول لك أن القضاء إلى هذه اللحظة هو يعمل لصالح هذه القوات الذي كل أو أغلب منتسبيها ينتمون إلى جهات سياسية وإلى أحزاب وميليشيات، بدليل أن ضيفك ذكر مجزرة جبلة التي رآها العالم من بشاعتها وما جرى من قتل 21 من عائلة واحدة، القضاء للأسف حكم عليهم ب15 عاما، لا يتناسب مع حجم الجريمة، لأن هناك ثلاثة أمور قانونية ينبغي أن نثيرها بهذه القضايا، أي قضايا ارتكاب الجريمة من قبل منتسب في القوات الحكومية أمنيا أو عسكريا. أولا هو ارتكب بزي أو بالزي العسكري جريمته خارج نطاق القضاء، وبحد هذه جريمة، جريمة استخدام الزي العسكري في ارتكاب الجرائم أو عملية الدفع أو المساندة في ارتكاب الجرائم، وهذا الأمر ليس بجديد.
ليس بجديد استاذ عبد القادر، يعني ارتداء زي عسكري وقتل مدني. القضاء قانونيا يجعل من الذي يرتدي الزي العسكري لديه فقرة تحكم بالمؤبد، ثم ثانيا هو استخدم سلاح الدولة وسيارات الدولة، وبالتالي استخدم سلطته. لذلك نحن أمام ثلاثة أمور هي يعني تذهب به إلى الإعدام الفوري وإلى التخلي عسكريا عنه بشكل واضح تماما. طيب أستاذ عبد القادر، عفوا الدكتور رحيم الكبيسي، بناء على ما تحدث به الأستاذ عبد القادر النايل، هناك عدة نقاط ذكرها، ثلاث نقاط مهمة ورئيسة: ارتداء الزي العسكري وقتل المدنيين بدم بارد. هذه القضية هل يمكن تدويلها من وجهة نظرك، يعني في ظل هذه الأجواء المظلمة، الأجواء السوداء الحالكة السواد، بسبب وجود نظام قضائي خاضع للميليشيات، بسبب وجود هذه المظالم الكبيرة وعدم وجود قضاء عادل في العراق وبالشهود، ترى هل ممكن تدويل هذه القضية؟ ماذا يفعل ذو الضحايا في ظل قضاء لا يأخذ بحقوقهم أو بحقوق الضحايا؟ حقيقة الجرائم التي ارتكبت ولا زالت ترتكب في العراق في مناطق عديدة كلها ممكن تحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن بشرط طبعا المحكمة الجنائية الدولية، إلا إذا كان هناك، إلا إذا أثبتنا أن القضاء الموجود قضاء مزيف، أو أن القضاء غير عادل، أو أن هذا القضاء يحابي المرتكبين الجريمة على 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 الضحية. يعني ممكن في هذه الحالة نستطيع أن نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن ربما نحن نتحمل مسؤولية. أنت تعرف أنه مجزرة السقلاوية اللي بها 725 شخص، قال بالنص رئيس الوزراء الكاظمي لمن يسمون نفسهم ممثلين السنة، وقال لهم أن هؤلاء لا تفتشون عن ولدكم، هؤلاء قتلوا بعد مباشرة عند الاصطفافهم قتلوا، ويعرف ذلك سلمان الجميدي، ويعرفون شخصيا يعرفون. إذا الجريمة التي ارتكبت وغطيت تماما عليها تتحملها المسؤولية العناصر السياسية التي تدعي أنها تنتمي لهذا المكون أو ذاك. وهم حتى أهالي الضحايا لم يخرجوا، كنت تبنى أكثر من مرة وجهنا نداء: اخرجوا إلى الشارع، اخرجوا إلى أماكن، ارفعوا صور أبنائكم، أزواجكم، أخوانكم، قولوا هؤلاء الذين من قتلهم، حاسبوا المسؤول الذي يدعي. لا تدعي أنك تمثلنا، أنت لا تمثل الأنبار ولا تمثل الديالة ولا تمثل صلاح الدين ولا تمثل نينوى، أنت تمثل نفسك، أنت واحد من السراق في هذه الحالة. لو فكرنا هذا التفكير لكانت ردة الفعل تكون أقوى بهذه الحالة. هذه أبو غريب لها تاريخ، زوبع لهم تاريخ من ثورة 20، يستطيعون أن يفرضوا إرادتهم ويفرضوا على القضاء أن هذا المجرم. ماذا لو دكتور، ماذا لو تم اتهام العائلة أو اتهام أهالي خانضاري بأنهم حاضنة للإرهابيين؟ يعني هذه التهمة استخدمت منذ عام 2003 وإلى الآن في مناطق بعينها، وهذا الأمر ليس بجديد. ماذا لو يعني تم تغطية هذه الجريمة أو التغطية أو محاولة التغطية عليها بحملات مستجدة مستقبلية يمكن أن تقوم بها القوات الحكومية بناء على ذلك، وبالتالي تتماخى وتذهب حقوق الضحايا وأهالي خانضاري؟ لا، المخبر السري إذن كيف ساق عشرات بل آلاف الناس، أن المخبر السري، وهذه مسألة المخبر السري أودت بحياة الكثير، أن هذا إرهابي، أن هذا من داعش، أن هذا. ودائما دائما شوف الآن قوائم الاختفاء القسري، شوف القائمة وشوف الأسماء كلها، هي الرمادي، الفلوجة، كل الأسماء، اسم الرباعي كامل واختفاء قسري. أين هؤلاء؟ هنا هذا أمر واقع وهذه معطيات دكتور. يعني نتساءل عن قضية التدويل، إلى متى يظل القضاء في العراق غير منصف
وإلى متى يظل غائبا دون تدخل دولي من حملة يعني أفكار ومبادئ وقيم القانون الدولي؟ مع كل الأسف الواقع الدولي واقع ضعيف، والواقع الدولي منافق، ودائما ينتصر كل هذا الذي يجري في العراق ولا زال يجري في العراق لا تنتمي إليه المجموعة التي جاءت بهؤلاء إليه، المجموعة الأوروبية. هذا النفاق السياسي ندفع ثمنه كثيرا، العراق يدفع ثمنه، بل وحتى كثير من الدول العربية تدفع ثمنه من 2003 إلى يومنا هذا. الكل يعتقد أن هناك نظاما ديمقراطيا طالما هناك انتخابات وصندوق انتخابات، وبغض النظر على النتيجة هؤلاء الذين جاء بهم من 2003 لحد الآن يتداولون على مواقع السلطة والقضاء، ما يريدوه من القضاء ينفذ لهم كما يجب. ما قلنا قبل قليل القاضي، إما الرسول صلى الله عليه وسلم قاضياني في النار وقاضي في الجنة، أقول دائما أخشى أن يكون القضاة ثلاثتهم في النار وليس أحد منهم في الجنة، لأنه القاضي كأنه يذبح بدون سكين إذا لم ينتصر للعدل وللحق. طيب. ونحن قضاتنا هذا الذي يجري مع كل، إذا عندما نجد القضاء الدولي يحاسب الذين ارتكبوا جريمة الفساد في العراق ولا يحاسب، نتذكر جيدا السفير الفرنسي اللي كان حكم وعوقب برشوة 400,000 يورو لأنه قال حصلت على هذا المبلغ من شركة عراقية تعاقدت مع شركة فرنسية وكنت أنا الوظيف، قالوا لا يوجد مثل هذا الكلام. نتذكر جيدا أيضا الشركة البريطانية التي جهزت ضد المتفجرات، عوتبت الشركة البريطانية ولم يحاسب المسؤول العراقي لأنه من حزب الدعوة، بل رقي من إلى وكيل وزارة. إذا كثير كثير من هذه الأمور لا زال العراقيون يدفعون ثمنا، وخصوصا في أماكن معينة، ولو الآن تساوى الآن الكل يدفع ثمن ابن الجنوب زي ابن الوسط زي ابن المنطقة الغربية، الكل يدفع ثمنا لهذه الجرائم التي ترتكب بعقين. طيب دكتور، اسمح لي وأضيف الكلام سعد القادر، ونشاهد هذا التقرير سوية، وهذا التقرير عن هذه الجريمة التي ارتكبتها القوات الحكومية بحق أهالي خانضاري، تداعيات هذه الجريمة، انعكاساتها النفسية وكذلك المجتمعية والسياسية. نتابع. إذن مشاهدينا الكرام، جريمة خانضاري سلاح منفلت وقضاء غائب، عنوان هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر، هذه الجريمة هل تتوقع أن تكون هناك جرائم أخرى مماثلة في ظل غياب القانون أو قانون غير منصف، في ظل وجود الكثير من الرواسب منذ عام 2003 وإلى الآن تتحكم بمقدرات أهالي مناطق بعينها؟ تفضل أستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر تسمعني؟ هلا أسمعك، تفضل. نعم. دكتور سمير. أستاذ عبد القادر، يعني
فيما يخص بعد عام 2003، هناك الكثير من الانتهاكات والاعتداءات والجرائم وعمليات القتل بالمخبر السري ضد مناطق بعينها، ضد أهالي مناطق بعينها. هل تتوقع أن تكون هناك الكثير من الانتهاكات مستقبلا في ظل وجود دوافع طائفية؟ مستمرة ولم تتوقف، وبالتالي عندما تهدأ في منطقة الانتهاكات بسبب يعني ارتكاب جرائم بشعة وافتضاحها من خلال تسليط الإعلام الضوء عليها ووقوف أهاليهم وقفة قوية وكبيرة، ربما تهدأ قليلا لكنها تستمر. فلذلك هذه الدوافع الطائفية والاستهدافات مستمرة، بدليل بقاء النازحين في خيامهم إلى هذا اليوم، بدليل كثير من آلاف الموجودين في الموصل المدفونين تحت الأنقاض لم يذهبوا باتجاه دفنهم وإكرام الميت دفنه. هذه الإجراءات البسيطة هم لم يقدموا على فعلها بسبب حقدهم الطائفي المقيت، هؤلاء الذين يحكمون. وهنا لا أقول للشعب العراقي، الشعب العراقي أصبح واعيا ومدركا، وعموم العراقيين اليوم يعلمون أن هذه الطبقة السياسية وأطرافها من ميليشيات وأحزاب هي كلها لا تمثل العراقيين وتريد الإيقاع بالعراقيين، لكن واقع الحال أن هؤلاء مأزومين طائفيين لا زالوا ينفذون الأجندات الإيرانية المبنية على هذا الحقد الطائفي. فلذلك الجريمة مستمرة وستستمر، وبالتالي هم يبحثون عن أدوات أخرى لارتكاب هذه الجريمة، بل جزعوا من كثر ما يرتكبون هذه الجرائم. حقيقة هناك بعض الميليشيات يعني قليل أصبحت في مناطق معينة ترتكب الجريمة، لأنهم جزعوا من تلطيخ أيديهم بالدماء ومن كثرة القتل والسرقات التي يحدثوها. لذلك أستاذ عبد القادر، هل تعتقد أنها سياسة جاءت ضمن المشروع، مشروع الاحتلال الأمريكي، وهذا ما ظهر واضحا على محاولة تقسيم المجتمع العراقي، محاولة تمزيقه، على العمليات العسكرية التي حصلت بمسوغات حكومية؟ هنا سأجيبك بسؤال: لو علم هؤلاء أن هناك حسابا لما يرتكبوه من جريمة، هل ارتكب أحد الجريمة؟ لذلك سياسة الإفلات من العقاب أحد الركائز الأساسية التي بنيت عليها القوات العسكرية والأمنية في العراق بعد الاحتلال، وبالتالي أعطوا الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجريمة بتعهدات أن لا أحد سيحاسبهم. لذلك هم أوغلوا بدماء العراقيين وأوغلوا بارتكاب هذه الجرائم، ونفذوا كثير من عمليات التطهير العرقي والطائفي والقتل المتعمد خارج القضاء وإراقة الدماء العراقيين، لأنهم يأمنون على أنفسهم بأنهم لم يحاسبوا، وحتى إذا كشف أمرهم سيتم تسوية الأمور. لذلك هناك، حتى أقول لبعض الذين ربما يستبشرون بأن أربعة من الميليشيات تم حكمهم لأنهم قصفوا مطار بغداد بضغط دولي، هذه كلها ذر رماد في العيون. لأنني أحيلكم إلى الذاكرة في مسجد أبي بكر في ديالى عندما تم قتل المصلين وحكم أتباع أو عناصر عصائب ميليشيات الحق التابعة لقيس الخزعلي بالإعدام والمؤبد. بعد سنة تم تمييز الحكم وإطلاقهم، وهؤلاء الموجودين الآن في مناطق ديالى يرتكبون ذات الجرائم. لذلك هذه القضية حقيقة عندما يتم الضغط وإصدار بعض الأحكام يعني هو فقط لضر الرماد في العيون وتهدئة الإعلام، ومن ثم بعد عدة أشهر يتم بعفو خاص إما من رئاسة الجمهورية كما أطلق لمئات الشخصيات من الميليشيات عفوا خاصا، أو بأن المحاكم يتم تمييز الحكم وتمييعه وبالتالي إخراجهم. وما يحدث الآن من بعض الميليشيات الذين يسجنون بما يسمى أمن الحشد، وبالتالي لم يتم ترحيلهم إلى القضاء إلى هذه اللحظة لمحاكمة، بل هناك معلومات على أنهم ذهبوا إلى إيران. لذلك سياسة الإفلات من العقاب هي جزء رئيسي من بنية القوات العسكرية، وبالتالي هي الطمأنينة التي تم منحها سواء من قوات الاحتلال أبان سلطة الاحتلال أو الآن من الحكومة والقضاء لهؤلاء العناصر، ولذلك يرتكبون الجريمة المنظمة بإغطاء حكومي وبأريحية متكاملة، ولا يتم حقيقة محاسبتهم. وما حدث في متظاهري ثورة تشرين دليل واضح تماما على كشف الجنات والجرائم التي ارتكبت، لكن إلى هذه اللحظة لم يحاسبوا، بل لم يقيموا المدعي العام عملية اعتقالهم، وبالتالي أهاليهم أقاموا دعاوى. وما حدث في قضية إيهاب الوزني على قاسم مصلح مسؤول ميليشيات الحشد في الأنبار
تم اعتقاله وبعد عدة أيام أفرج عنه، حتى لم يعرض على القضاء بعد أن تظاهرت الميليشيات داخل المنطقة الخضراء. لذلك هؤلاء أمنوا العقاب فأساءوا الأدب، وبالتالي أي أدب أساءوا، أساءوا أدب القتل وتلطخ أيديهم بدماء العراقيين. هنا لا بد أن أشير إلى قضية مهمة في برنامجك المخصص لقضية خان ضاري. لا بد أن تكون هناك حقيقة وقفة أخرى، وهو عقاب ثاني آخر. لا بد لقبيلة زوبا أن تطالب بديتين، الدية الأولى من وزارة الدفاع التي ينتمي إليها هؤلاء المجرمين، وهي دية حكومية يعوض بها الأهالي، يعني وهو معروف تماما العرف العشائري المبني على الشرع الإسلامي، وهي حقيقة سعر 100 ناقة المفروض تدفع حكوميا إلى عائلة المقدور، والدية الثانية عشائريا، يعني العرف العشائري يفرض على عشيرة المجني عليه أو عشيرة المجرم الملازم مصطفى ومن معه حقيقة أن يدفعون دية مغلظة لأنه قتل عمد. هذه ليس علاقة لها بالتنازل أو بعملية الإعدام، هذه دية خارج نطاق كل ما يجري من عمليات الأحكام القادمة للقضاء. يوم يبقون على علم التنازل، وبالتالي لابد من جهة أخرى أن يطالبون بالدية. لذلك حقيقة لابد أن تفعل هذه الأمور حتى نحد اجتماعيا وعشائريا من هؤلاء المجرمين، لأنه لا وجود لحكومة ستحاسبهم. طيب دكتور رحيم، الدية الحكومية والدية العشائرية في ظل نظام قائم على الإفلات من المحاسبة والمساءلة، في ظل هذا النظام القائم على المحاصصة، هل هذا الأمر ممكن من وجهة نظرك؟ هذا الدية انتشرت كثيرا بعد أن غابت من إلغاء قانون العشائر بسنة 1957، عاد مرة أخرى مع كل الأسف، وبالتالي هؤلاء هم أصلا لن يخضعوا لقاعدة قانونية. عندنا بالقانون نقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بالنسبة للجرائم التي ترتكب من قبل هذه الميليشيات هم بريئون حتى نثبت إدانتهم، ولن تثبت إدانتهم إطلاقا، لأن هم يعرفون جيدا لو كان يعرف أنه سيحاسب في يوم من الأيام، سيحاسب حتى من وزارة الدفاع التي ينتمي إليها أو من القوات الأمنية لما ارتكب، لأنه قانون العقوبات الحقيقة رقم 111 في سنة 1969 بتعديلاته لم يترك شاردة أو واردة إلا جرمها، لم يترك جريمة معينة إلا جرمها وحدد العقوبة لها، لكن ليست العقوبات التي نراها. يعني نحن نعرف الذي يختلف العقوبة 15 سنة فما فوق، وإذا بينا يغرم، والغرامة غرامة لكبر سنه لصغر سنه. أنا لا أعرف في تاريخ القضاء أن حكما قضائيا يخفف العقوبة لكبر سنه أو يغلظ العقوبة لصغر سنه، لا توجد هكذا، لكن هؤلاء فكروا كثيرا وبالتالي حموا هذه المجموعات المنفلتة، وبالتالي ترتكب الجريمة كما تشاء ولا أحد يحاسبها العقاب. إن لم تتغير هذه المجموعة أو يتغير النظام السياسي، إن لم ينتفض الجمهور كله، الشعب العراقي كله، وخصوصا الشعب الجماهير الشعب الموجودة التي يذهب كل يوم واحد من شبابها أو عائلة من عوائلها في هذه المناطق، إن لم ينتفضون هؤلاء ضد هذا الظلم الموجود ستبقى هذه الجرائم ترتكب وهؤلاء يبقون خارج دائرة العقاب. طيب أستاذ عبد القادر، أخيرا من وجهة نظرك، يعني في ظل هذا الظلم الواقع على العراقيين في جميع المناطق من قبل القوات الحكومية التي قتلت من يعارض النظام الحالي في العراق القائم على المحاصصة، في ظل حكومة فاسدة، في ظل سياسيين لا يهمهم سوى مصالحهم وكذلك مكاسبهم السياسية، هل من وجهة نظرك تتوقع أن يكون هناك ثورة شعبية على غرار ثورة تشرين، مطالبة بإحقاق الحقوق، مطالبة بإقامة العدل، مطالبة بقضاء منصف؟ العراق مهما هدأت الأمور فيه أو مهما حاولوا الضغط الأمني من أجل عدم خروج الناس، العراقيون متجهون إلى ثورة بمسارات متعددة، ليس فقط ثورة في تظاهراتها، العراق متجه
إلى تصعيد من نوعه حقيقة مختلف تماما، لأن العراقيين جربوا جميع الثورات منذ احتلال العراق إلى هذا اللحظة، ومروا بعدة سنوات، وكل سنة لها سيناريو يريد الشعب العراقي ويكافح، وله التحية والعرفان وللشهداء التي سالت، يكافح من أجل إعادة وطنه من هؤلاء اللصوص والسراق ذو التبعية الخارجية، ولا سيما تبعيتهم لإيران المذلة. لذلك حقيقة الثورة في العراق بكل مساراتها قادمة، سواء تأخرت حاليا أو تقدمت حاليا، أو الأمور الموجودة حاليا اشتبكت فيها الحابل والنابل، أو ربما بعض الناس يتأخرون لأن حتى لا يحسبون على طرف سياسي، بالتالي نهاية المطاف هو مخرج واحد، هي ثورة عراقية قادمة لكن بمسارات متعددة ستخنق هؤلاء وستعيد العراق للعراقيين بلا شك. هل تعتقد أن السياسيين الآن في أقل من دقيقة أستاذ عبد القادر، يعني عندما رأوا هذا المشهد، مشهد العائلة التي يعتدى عليها ويقتل أحد أفرادها بنم بارد، هل تعتقد أن سياسيي السنة قد حسوا بمسؤولية تجاههم؟ هؤلاء فاقدوا كرامة على أنفسهم، فكيف يمكن أن يكونوا أصحاب غيرة وكرامة على غيرهم؟ هؤلاء ارتضوا أن يكونوا شهداء زور على المعتقلة التي تغتصب داخل السجون الحكومية ويعلمونها، وبريئة أخذت بجريرة الغير ولم يفعلوا شيئا. هؤلاء رأوا القتل والإعدام بشكل واضح، هؤلاء يتسترون ويمنحون الأراضي للميليشيات في مناطقهم ليسوا سكنتها ولا يملكونها، وهم يتآمرون ليلا ونهارا على أبناء هذه المحافظة. فهل هؤلاء الذين لم يمتلكوا غيرة على أنفسهم أمام الإذلال الذي خلف الكواليس يتعرضون له من الميليشيات سيمتلكون ثورة في داخلهم أو ضميرا يصحح منهجهم للذهاب باتجاه الغيرة أو الموقف الأصيل الذي يوقف من كل إنسان ذو فطرة سوية مع عائلة المغدور، عائلة شهاب في أبو غريف في خانضاري، أو من العوائل الأخرى العراقية؟ بالتأكيد الجواب هؤلاء فقدوا غيرتهم على أنفسهم، فلا يمكن لهم أن تتحرك غيرتهم على الآخرين. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي عبر سكايب في هذه الحلقة. وشكرا جزيلا لك دكتور رحيم الكوبيسي، أستاذ القانون الدولي، لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لضيوف الكرام، ونشكر شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على متابعتهم هذه الحلقة. إلى لقاء قريب في أمان الله.